السلام عليكم. مستنبت بذور الرشاد له تركيبة رائعة في حماية العظام والأسنان والمفاصل، وبفيد كتير بأمراض المفاصل والعظام. بفيد بكل اضطرابات الجهاز الهضمي مثل المعدة والكولون، وبكافح الإمساك. ثالث شيء بأول المناعة، ونحن هلأ بأمس الحاجة إلى تقوية مناعتنا، وأصلاً هذا الشيء الوحيد اللي بنملكه تجاه الفيروسات الخطيرة. مهم جداً في خفض الثلاثي الخطير، ارتفاع الضغط والسكر والكوليسترول. مصدر كبير لفيتامين سي الطبيعي. أيضاً يحمي الكبد ويزيل السموم من الدم والكبد. بفيد الناس اللي بيصير عندهم تشنج بالعضلات، لأنه تركيبته تؤدي إلى إرخاء العضلات بشكل جميل. آخر شيء في ملاحظتين هامات، الحامل ما بصير تاخده. ثاني شيء إنه ما بصير نداومه على طول، يعني ممكن مثلاً نراوح بينه وبين بذور الشيا لأنه تركيبهم كتير متشابه، ناخد شهر هاد وشهر هاد لأنه تركيبه مكثف جداً. ويكفي أسهل طريقة في برامج بذور الرشاد هي الطريقة التالية: بناخد ملعقة كبيرة من الحبوب الرشاد ومنحطها بكأس ماء عادي بحرارة الغرفة بالليل مساء، ومنغطيها. من في الصبح منحركها منشوف إنه صارت فيها مادة هلامية، هي بتفيد المفاصل وبتفيد الأمعاء وبتفيد كل الجسم. منحركها ومنشربها كلياتا، يعني الماء مع البذور مع الكل، منشربه على الريق وهون بيعطي أكبر نتائج. كانت معكم دكتورة أمل، والسلام عليكم. وهي اليوم الثاني منقوع بذور الرشاد يلي بيسموه حبة الحمراء. حطينا ملعقة كبيرة من الرشاد بكأس من الماء من الليل حتى الصباح، صارت المادة الجيلاتينية يلي إلها فوائد كتير كبيرة وعظيمة، رح نشربها هلأ على الريق.